يعد جبن القفص من الأجبان التي تنتج بطريقة تقليدية خاصة، حيث يحضر بحليب البقرة والماعز، ثم يلف بأعشاب جبلية من المنطقة على غرار إكليل الجبل والشيحة، ويقدم للمستهلك ملفوفا بتلك العشبة، ما يساهم في إضفاء نكهة مميزة وفريدة من نوعها على الجبنة. وتعد مدينة بوسعادة بولاية المسيلة نموذجاً لصناعة هذا النوع من الأجبان التقليدية الذي تجاوز ذوقه الحدود إلى العالمية. بالنظر إلى جودته المستخلصة من طريقة تحضيره الفريدة، ويذكر أن جبن القفص البسعادي توج بميدالية ذهبية في مسابقة روس تشيز وورلا بفرنسا سنة 2023 ضمن فئة أطيب الأجبان في العالم. جبن القفص هو عبارة عن حليب ننتج به جبنة بقر أو ماعز، يخثر ثم يقطر ثم يلف في الأعشاب. إنه جبن طبيعي صحي، لا يوجد فيه أي إضافات، لا يوجد فيه أي نكهات صناعية، هو كل شيء طبيعي. أما بالنسبة للقفص المصنوع من حلفة والقفت والكليل الجبلي، هو عبارة عن ذوق وحافظ، لأن الأعشاب الجبلية هي عبارة عن أعشاب طبية صحية تقدم لنا أذواق وتقدم لنا مواد حافظة للحليب والجبن. نشكر ربي على هذا النعمة اللي أنعمها علينا، اللي هي إرث الأولين وحرفة الوالدين. الحمد لله تورثناها من عن جد جد، ما هيش حاجة سهلة، والحمد لله كي طورنا فيها وكملنا في هذه الحرفة اللي رانا فيها، بدأت تتفنن في صناعة الأجبان وكامل في كامل ربع الوطن، وإن شاء الله نروحوا بهذه الفكرة البعيد. ونقولوا هذه الفكرة ماهيش محصورة فقط على الأوروبيين، الحمد لله ثقافة الأجبان بدأت تنتشر في الجزائر.